السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب السادس إعدادي. بعد ما أنهينا الجزء الأول من موضوع الـ if conditional sentences، حالات إذا الشرطية، تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن حالة الزيرو وحالة الفيرست، وقلنا إنه حالة الزيرو نستخدمها من نتكلم على حالة تكون real situation، حالة حقيقية. وعرفنا شنو نقصد بالـ real situation، وعرفنا انه قاعدة الحل راح تكون الفعلية بزمن present simple tense اللي هو المضارع البسيط، يعني اما راح نضيف اس للفعل اذا كان الفاعل هي شيء اسم مفرد، او يبقى مجرد اذا كان الفاعل they we you I او اسم جمع. كذلك بحالة النيجاتيف اذا كان الفاعل هي شيء it او اسم مفرد، قلنا انه نستخدم بعدها doesn't plus base verb وبعد doesn't فعل مجرد. أما إذا كان subject they we you I راح نستخدم بعدها don't، وبعد don't راح يكون عندنا فعل مجرد. هذا الكلام يخص حالة الزيرو. كذلك تكلمنا عن حالة الـ first conditional sentences، الحالة الثانية من حالات الـ if clauses اللي نسميها first. هنا راح تتغير الأمور شوية. أولا استخدامها من نتكلم على حالة تكون possible situation. possible situation نقصد بها الحالة اللي ممكن تحقيقها. الحالة الممكن تحقيقها يعني احتمالية حدوثها 50%، 50% لو صير لو ما صير. فإذا بهذه حالة الفيرست ترتيب الجملة راح يكون if بعدها present simple مضارع بسيط، الجزء الثاني من الجملة راح يكون will plus base verb فعل مجرد. أما إذا أجبنا الـ if in the middle of the sentence بالوسط، يبقى بعدها present simple اللي هو المضارع البسيط، وبالبداية راح يكون عندنا will plus base verb فعل مجرد. هذا الكلام كله شرحناه بالمحاضرة السابقة. اليوم إن شاء الله راح نكمل حالات الـ if clauses. عندنا الحالة اللي راح نتكلم عنها اليوم هي second conditional if، حالة السكند. هذه الحالة شو وقت نستخدمها؟ من يكون عندنا معنى الجملة unreal situation. شو نقصد بيها الـ unreal situation؟ نقصد بيها حالة غير حقيقية. يعني شلون حالة غير حقيقية؟ يعني هي ما تصير بس احنا نسولف بيها، يعني إمكانية حدوثها ممكن تكون 10% أو أقل أو معدومة نهائياً. فإذا من يكون حالة الجملة عندنا unreal situation، نتكلم على حالة غير حقيقية، نستخدم قاعدة اليوم. قاعدة اليوم تقول إذا كان الـ if، إذا كان موقع الأداة at the beginning of the sentence بداية الجملة، راح نستخدم بعدها past simple، يعني الفعل اللي ينطيني إياه بين قوسين راح أسوي past simple. زين شنو هو past simple؟ هو الماضي البسيط. الماضي البسيط إذا تتذكرون أخذناه بيونت 1 بحالات اليوز 2 وشرحناه بالتفصيل، وهسه أيضا راح نراجعه. فإذا الفعل اللي بعد الإف مباشرة راح يكون past simple، ماضي بسيط. زين الفعل الآخر إيش راح يكون؟ راح يكون past future، يعني مستقبل بصيغة الماضي. مستقبل بصيغة الماضي. الإف بالبداية بعدها ماضي بسيط الفعل الأول، الفعل الثاني لازم يكون past future، مستقبل بصيغة الماضي. أما إذا أجتنا الإف at the middle of the sentence، إذا كان موقع الإف بوسط الجملة، يبقى بعد الإف مباشرة ماضي بسيط، والمستقبل راح يكون بالبداية. بالبداية راح يكون عندنا past future اللي هو مستقبل بصيغة الماضي. هسه نراجع شنو نقصد بالباست فيوتشر. الباست فيوتشر قاعدته هي سبجكت اللي هو الفاعل، كل انواع الفاعل هي شي ات ذي وي يو، اسم جمع اسم مفرد، كل الانواع الفاعل. نستخدم بعدها ود، وبعد الود راح يكون عندنا بيز فيرب اللي هو فعل مجرد.
احيانا هو ينطينا بالجمله الاصليه اللي ينطينا اياها بالسؤال، مستخدمين له احيانا الكود. فاذا لقينا الكود بالجمله معناها زمن الجمله او حاله الجمله راح تكون second conditional. فاذا حاله الفيوتشر in the past subject would او could plus base verb، هذا اذا كانت الجمله مثبته. اذا كان ناطينا بين قوسين ويا الفعل not معناها الود راح نضيف وياها not، وكذلك الكود راح نضيف وياها نوت. يعني مجرد انه نضيف نوت بعد الود او الكود تصبح ان الجمله منفيه. هذا باختصار الباست فيوتشر. زين، الان نحتاج انه نراجع الباست سمبل تنس اللي هو زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط احنا شارحينه سابقا قلنا بيونت 1 مع موضوع اليوز تو، والان راح نعيد شرحه للتاكيد لان هذا الزمن مهم. Past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، اولا راح نتكلم عن الادفيربز. الادفيربز نقصد بيها الظروف، الظروف يعني الدلائل الزمنيه. فالكلمات تجيني بالجمله بس القيها موجوده بالجمله معناها حلي لازم يكون بالماضي البسيط. شنو هذه الكلمات؟ عندنا اولا كلمه last، last نقصد بيها الماضي او الفات. عندنا كلمة in the past معناها في الماضي. كلمة ago معناها الفات. previous معناها السابق أو تنطينا سنة ماضية، مثلا in 2020, in 2021, in 1919 and so on. يعني ينطينا سنة صارت وانتهت. فهذه الكلمات إذا ألقيها بالجملة معناها زمن جملتي لازم شي يكون؟ لازم يكون past simple tense، زمن الماضي البسيط. زين، اجتني واحدة من هذه الكلمات وعرفت انه هذه زمن هذه جملتي لازم احلها بالماضي البسيط، ايش راح يكون حلي؟ اولا اذا كانت الجملة affirmative اريد اسوي جملة مثبتة. زين، منين راح اعرف انه انا لازم اسوي جملة مثبتة؟ مين يكون عندنا المعطى بين قوسين ينطينا فقط فعل؟ بس فعل بوحده بين قوسين ويقول لنا correct the verb معناها لازم اسوي جمله مثبته. الجمله المثبته راح تتكون من التالي، بالبدايه subject اللي هو الفاعل، بعد الفاعل راح يكون عندنا past verb اللي نقصد به فعل ماضي. هذا الفعل الماضي راح تكون به نوعين، عندنا نوعين من الفعل الماضي. الفعل الماضي اللي هو regular verbs عندنا نوعين من الافعال، اما يكون regular verb، شو نقصد بالregular؟ نقصد به فعل قياسي، قياسي يعني إلى قاعدة ثابتة أضيف له إما دي أو إي دي أو أي إي دي حسب نوع الفعل. مثلا إذا عندنا الفعل play هذا فعل قياسي، الماضي من عنده نضيف إي دي فقط. عندنا الفعل study هذا فعل قياسي منتهي بواي قبل الصحيح راح نحذف ونضيف أي إي دي وهكذا. فإذا الفعل القياسي قلنا راح نحوله للماضي بإضافة إيدي. أما الفعل الغير قياسي اللي نسميه irregular verbs، irregular verbs هذا غير قياسي. يعني شنو غير قياسي؟ يعني ما عندنا قاعدة ثابتة إليه. أحيانا يتغير حرف، أحيانا يتغير حرفين، أحيانا تتغير الكلمة كلها من تتحول إلى الماضي. مثلا go الماضي مالتها went، مثلا spend يقضي الماضي مالتها spent وهكذا. فهذه الأفعال ما عندنا فد قاعدة ثابتة نمشي عليها، لذلك نسميها الريجولار فيرب. فإذا حالة المثبت فاعل، past verb فعل ماضي. أما إذا كان نوع الجملة لازم أسويها نيجاتيف، نيجاتيف نقصد بها حالة النفي. حالة النفي زين، إحنا شلون نعرف هذه الجملة لازم نسويها نفي؟ من يكون عندنا بين قوسين نوت وفعل، يكون المعطى عندنا بين قوسين نوت وفعل معناها لازم اسوي جمله منفيه. زين، شلون اسوي جمله منفيه؟ بالبدايه عندي السبجكت الفاعل هذا ثابت. كل انواع الفاعل راح استخدم وياها الفعل المساعد did واضيف له not، راح نختصرها تكون didn't. اذا subject didn't، بعد didn't هنا راح يكون عندنا فعل مجرد. اذا ترتيب الجملة المنفية subject didn't فعل مجرد.
أما إذا كان المطلوب من عندنا نسوي جملة بحالة الكويشن اللي نقصد بيها حالة الاستفهام، شلون راح يكون تكوين الجملة الاستفهامية؟ الاستفهام من ينطينا فاعل وفعل هذا الترتيب ويطلب من عندنا correct the verb أو correct the sentence، معناها الجملة لازم تكون بزمن الماضي البسيط بحالة الاستفهام. هنا subject أغلب الأحيان 90% من هذا النوع ينطينا الفاعل you، ينطينا you وياها فعل، فإذا إحنا لازم نسوي جملة استفهامية. فترتيب الجملة راح نخلي did بالبداية، ثم بعدها subject الفاعل، ثم الفعل المجرد وعلامة الاستفهام. طبعا اكيد اذا عدنا نعطينا بالجمله الاصليه تكمله بعد كم يعني كلام اخر راح ينزل تباعا بعد الفاعل. هذه مراجعه سريعه للمضارع الماضي البسيط. نرجع الى موضوعنا اللي هو الاف كلوزز. ناخذ امثله على حاله السكند. عندنا هذا المثال: If I have lots of money I would buy a race horse. لو كان لدي الكثير من المال كنت اشتريت خيل سباق. أول شغلة لازم نسويها هو تحديد مكان الإف. نشوف إنه هنا الإف وين جايتنا؟ بداية الجملة. أشوف أكو عندي فعل معطى بالجملة حتى على أساس أحدد يا حالة لو لا. If I have lots of money، إذا فعل الشرط اللي بعد الإف مباشرة هو اللي مطلوب نصححه. على أي أساس راح أعتمد بالتصحيح؟ على أساس الفعل الآخر جواب الشرط اللي موجود. بما أنه موجود عندي would وفعل مجرد، إذا هذه الجملة بيا حالة؟ هذه الجملة بحالة second. فإذا هذا الفعل have راح نحوله إلى had. فإذا جوابنا راح يكون If I had lots of money I would buy a race horse. هذا المثال وزاري، اجب الوزاري سنة من السنوات. مثال آخر: What you buy if you want a million pounds؟ همين يقول لنا correct the verb. ننتبه انه هذه الصيغة حالة question. فإذا أول شغلة لازم نسويها شنو؟ تحديد مكان الإف. نحدد مكان الإف جايتنا هنا in the middle of the sentence. يعني شنو in the middle of the sentence؟ وسط الجملة. إذا وسط الجملة الزمن اللي بعدها مباشرة الفعل يكون بيا زمن؟ يكون ماضي بسيط. هذا الفعل الماضي البسيط ناطينا يا موجود. زين، الوين هي ماضي يا فعل؟ هاي معلومة لكم لأن هذا الفعل موجود عندنا ضمن المنهج. الماضي مال الفعل وين، يعني مضارع وين، الماضي من عندها وون، يربح أو يفوز. فإذا موجود عندنا الماضي البسيط، إذا الفعل الأول إيش راح يكون زمنه؟ راح يكون past future. ننتبه إنه هنا إيش ناطينا؟ فاعل وفعل. إذا هذا الترتيب، وبالبداية أكو أداة استفهام. إذا جوابنا بهذا السؤال راح يكون جملة استفهامية. فإذا هنا الجواب راح يكون What would you buy؟ قدمنا الفعل المساعد would ثم الفاعل ثم الفعل المجرد، فصير جملتنا الأصلية What would you buy if you won a million pound؟ شنو راح تشتري إذا ربحت مليون باوند؟ هو بالحقيقة لا ربح هذا المبلغ ولا مقرر يشتري به شيء، لذلك هذه الجملة تعتبر unreal situation، حالة غير حقيقية. مثال آخر: I would learn to parachute if my friend say she would do it with me. أول شغلة نسويها هو تحديد مكان الأداة. وين جايتنا بهذه الجملة الإف؟ جايتنا in the middle of the sentence، وسط الجملة. إذا الزمن اللي بعدها مباشرة قلنا لازم شو يكون؟ يكون ماضي بسيط. القبلها لازم شو يكون؟ لازم يكون مستقبل بصيغة الماضي. إذا المستقبل بصيغة الماضي هو ناطينا اياه بالجواب، ناطينا اياه بالجملة الأصلية would learn، ومن خلاله راح نعرف انه احنا بحالة السكند. فإذا هذا الفعل ايش راح يكون جوابه؟ راح نحول للماضي البسيط. هذا فعل شاذ say، فإذا جوابنا راح يكون said.
المضارع سي الماضي والتصريف الثالث راح يكون سيد. هذه أمثلة توضيحية لحالة السكند كونديشنال. لكن عندنا بيها عندنا بهذه الحالة ملاحظة جدا مهمة ووزارية وتعتبر لوفة وزارية. شنو هذه الملاحظة؟ قلنا هذه حالة خاصة فقط بالسكند كونديشنال. من ينطينا هذا الترتيب؟ الإف بالبداية، الأداة بالبداية، الفاعل حصرا I اللي يقصد بيها أنا، الفعل المجهول بين قوسين حصرا ينطينا يا بي اللي معناه يكون، والأوبجكت أما يكون يو اللي معناها أنت، أو كينج ملك، أو بيرد طائر، أو بروفيت نبي، أو أي كلمة مستحيل تحققها. فهذه اف اي بي فتشي، انا لو كنت مكانك، او انا لو كنت ملك، او انا لو كنت طير، او انا لو كنت بروفيت، هذه كلها شنو تعتبر؟ تعتبر ان ريل سيتويشن، حالات غير حقيقيه، وبعد تعتبر ويشز فور ذا باست، تتمنى فتشي صاير بالماضي. الشيء اللي تتمناه صاير بالماضي هو راح وانتهى خلاص، يعني بعد ماضي ما بدنا رجعه. فإذا هذه راح تعتبر حالة غير حقيقية أولا، وراح نميز الفعل بي بهذه الحالة إنه راح نستخدمه وير، هي الحالة الاعتيادية اللي متعودين عليها إنه الآي نستخدم بعدها واز حالة الماضي البسيط. هذه نسميها حالة عامة، بصورة عامة الآي نستخدم وياها واز. لكن هذه هنا ايش راح تكون عندنا؟ راح تكون هذه حالة خاصة. فإذا إذا أجانا هذا الترتيب if I be you، أو if I be a king، أو if I be a bird، أو if I be a prophet، البي جوابها راح يكون where، يعني حالة السكند كونديشنال. منين استدلينا على الحل؟ استدلينا على باقي الجملة I would be very lucky، يعني مستخدم would وفعل مجرد. مثال على هذا الكلام: If I be you, I would study at the university. أنا لو كنت مكانك كنت أدرس بالجامعة. يطلب من عندنا بين قوسين correct the verb، صحح الفعل. هنا أول شغلة أسويها تحديد مكان الأداة at the beginning of the sentence، بالبداية. الفعل اللي موجود عندنا would وفعل مجرد اللي هو مستقبل صيغة الماضي. فإذا احنا بحالة السكند، فإذا هذا الجواب ايش راح يكون؟ راح يكون ماضي بسيط. اجي انتبه، موجودة عندي هذه الحالة الخاصة اف، ضمير الفاعل اي، الفعل الرئيسي بي، والمفعول به يو. إذا هنا البي ايش راح يكون حلها؟ هنا البي راح يكون حلها وير. ننتبه جدا لهذه الحالة لأنها حالة وزارية. تنتهي حالة السكند، حالة السكند بعد الأداة مباشرة يجي لنا ماضي بسيط، وبالبداية يكون عندنا ود بعد الإف مباشرة ماضي بسيط، الفعل الآخر ود زائد مجرد. إذا أجت الإف بالوسط يبقى بعدها ماضي بسيط، وبالبداية راح يكون عندنا ود زائد فعل مجرد. ننتقل الآن إلى الحالة الرابعة والأخيرة من حالات الإف كلوزز، اللي هي نسميها third conditional if. هذه الحالة نستخدمها من عندنا صيغة جملة أو معنى الجملة تكون imaginative situation. imaginative situation نقصد بها حالة خيالية. يعني شلون حالة خيالية؟ يعني مو بس غير حقيقية وإنما من الخيال. من الخيال يعني إمكانية تحققها 0%، 0% نهائياً ما راح تتحقق. هذه الحالة أكثر حالة متكررة بالوزاري، أكثر حالة متكررة بالوزاري، وبهذه الحالة لازم ينطيني واحد من الأفعال مجهول وعلى أساسه نحل الفعل الثاني. فترتيب جملة الحل راح يكون كالتالي: إذا أجتنا الإف at the beginning of the sentence، بداية الجملة، الزمن بعدها هنا راح يكون ماضي تام. ايش نقصد به الماضي التام؟ الماضي التام هو had وبعده past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل.
الجدول الثالث للأفعال. بهاي الحالة معناها لازم نحفظ الأفعال الشاذة. من المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نجز الأفعال الموجودة بالمنهج يومياً، راح نحفظ 4 أفعال حتى نضبطها، لأن كل المواضيع القادمة عندنا بالمنهج تعتمد على الأفعال الشاذة بحالة الباست والباست بارتيسيبل. إذن إجتنا الإف بالبداية، استخدمنا بعدها هاد وباست بارتيسيبل تصريف ثالث. الجزء الثاني جواب الشرط إيش راح يكون؟ راح يكون would have وأيضا past participle، أيضا تصريف ثالث. إذا نخلي بالنا حالة الثيرد، الحالة الأخيرة من الإف كلوزز، الفعلين يكونون بحالة التصريف الثالث. زين، في حالة إجتنا الأداة at the middle of the sentence، إذا إجت الأداة وسط الجملة، حتى إذا أجت وسط الجملة يبقى بعد الأداة مباشرة فعل الشرط had و past participle اللي هو ماضي تام. الجزء الأول من الجملة إيش راح يكون؟ راح يكون would have تصريف ثالث، هذا راح يكون جواب الشرط. ترتيب الجملة راح يكون بهذه القاعدة. نأخذ الآن أمثلة. I would have studied medicine if I have money. يطلب من عندنا بين قوسين correct the verb. صحح الفعل. هنا تصحيحنا للفعل اولا راح يعتمد على موقع الاداة. الاداة موجودة عندنا at the middle وسط الجملة. اذا بالبداية ايش راح يكون هذا المستقبل التام؟ وهو would have تصريف ثالث. فإذا موجود عندنا الجزء الأول would have تصريف ثالث، إذا هذا الفعل اللي بعد الإف، الإف كلوز، إيش راح نسوي؟ راح نسوي ماضي تام. من شنو تتكون قاعدة الماضي التام؟ تتكون من الهاد، هذه ثابتة، والتصريف الثالث للفعل الرئيسي. هنا الفعل الرئيسي نعطينا يا هاد، وهذا فعل شاذ. إذا التصريف الثالث من الهاد هو هاد نفسه، فإذا جوابنا راح يصير if I had had money. هنا أكثر الطلاب من شاف طلع عنده بالجواب هاد هاد يقول هاي شنو؟ ليش طلعت اثنين هاد؟ خل امسح وحدة. حبيبي بس تمسح وحدة معناها أنت طلعت من المود، معناها أنت رجعت على غير حالة، رجعت على حالة السكند، وانت هنا جوابك لازم يكون بحالة الثيرد. اذا الهاد الاولى هي فعل مساعد من قاعدة الهاد، قاعدة الماضي التام، والهاد الثانية هذه راح تكون هي التصريف الثالث للفعل الرئيسي. فمن يطلع لك الجواب هاد هاد لا تستغرب ولا تتخربط ولا تمسح ولا ابد، هو جوابك صحيح، هاد فعل مساعد وهذه الثانية هي التصريف الثالث للفعل. فهذه الجملة راح تكون if I would have studied medicine if I had had money. كنت راح أدرس الطب لو كان لدي المال. بالحقيقة لا لدي المال ولا نطلع معدل طبية ولا كل الظروف متهيئة لهذا الكلام. فإذا هذه الجملة تعتبر شنو؟ imaginative situation. مثال آخر، if they had played well، لو كانوا لاعبين بشكل جيد، they win the match، كان ربحوا بالمباراة. أول شغلة نسويها هو تحديد مكان الأداة. هنا الأداة وين موجودة عندنا؟ موجودة at the beginning of the sentence، بداية الجملة. بداية الجملة إذا الزمن بعدها لازم شي يكون الفعل؟ يكون بحالة الماضي التام، وهو هنا نعطينا had وتصريف ثالث، هذا فعل قياسي، إذا موجود عندنا الماضي التام. فالجزء الثاني من الجملة إيش راح يكون؟ راح يكون would have وتصريف ثالث. إذا هنا جوابنا راح يكون would have won، تصريف الثالث الفعل win هو won. فجملتنا راح تكون if they had played well they would have won the match. بالحقيقة هم لا متدربين بشكل صحيح ولا فازوا بالمباراة، واحتمال أصلا هم مشاركين ولا متأهلين للمباراة. فهذا الشرح التفصيلي اللي يخص حالة الثيرد.
الآن نسوي ملخص، ملخص لكل حالات الإف كلوزز حتى الطالب يخليها يمه قدامه دائما بكل الأمثلة بكل الحالات الوزارية. لازم أنت مخلي هذا الجدول قدامك كاتبه على شيت نوتس أو كاتبه بدفتر ملاحظات ورقة بحدة. ليش؟ لأن دائما راح تحتاجه حتى لا ترجع تقلب الشرح كله، تجي تقرأ الملخص. فإذا ملخص حالات الإف كلوزز، عندنا الحالة الأولى الزيرو، ترتيب الجملة راح يكون الإف بالبداية، بعدها مضارع بسيط، والفعل الآخر أيضا مضارع بسيط. حالة الفيرست إذا أجتني الإف بالبداية بعدها مباشرة مضارع بسيط وبالبداية، والفعل الآخر راح يكون مستقبل اللي يتكون لنا من الول والفعل المجرد. إذا أجت الإف بالوسط يبقى بعدها بسيط وبالبداية راح يكون وول زائد مجرد. الحالة اللي بعدها second conditional، إذا أجتني الإف بالبداية بعدها راح يكون past simple اللي هو يا زمن اللي هو الماضي البسيط، والفعل الآخر راح يكون مستقبل بصيغة الماضي اللي هو would زائد فعل مجرد. ممكن انه تجينا الاف بالوسط، اذا اجت الاف بالوسط يبقى بعدها ماضي بسيط وبالبداية would زائد فعل مجرد. الحالة الاخيرة الثيرد، الاف بالبداية يجينا بعدها had و past participle تصريف الثالث يعني ماضي تام، الفعل الثاني راح يكون would have plus past participle would have زائد التصريف الثالث للفعل. هذا كل شيء يخص شرح حالات الإف كلوزز. أتمنى استفاديتوا من هذا الشرح، وإذا عندكم أي سؤال كتبوا لي بالكابشنز وأكيد راح أجاوب عليه. انتظروا المحاضرة القادمة إن شاء الله راح تكون حل تمارين الإف conditional sentences.